بطبيعة الحال يعني حنا لاعبين على الشامبيونة رغم التعادل هذا ما كناش نستحقوا نتعادلوا. كنشكر اللاعبين قدموا واحد المباراة اللي كانت رجولية وكنتمنى ان شاء الله باش نساو هذا الماتش هذا ونفكروا في لي ماتش الجاي ان شاء الله. بصراحة عشان مقابلة كبيرة يعني لا سيما كنا تفوقنا في المناسبات ما قدرناش نحافظوا على التقدم. كنضرب بلي حتى نتيجة التعادل نتيجة إيجابية ان شاء الله. ونتمنى نخليو التركيز ديالنا كامل ان شاء الله ونشاهدوا ان شاء الله في هذه المقابلات المقبله ان شاء الله باش نحسموا اللقاء ان شاء الله.